عدة أحداث ما كيلاش نوقفوا عندها. دعات لتجديد النظرة، إعادة التفكير، لأن من على الأقل يعني بداية الحقبة هذه 2004 2005 2006 عشنا على واحد مجموعة ديال التصورات استراتيجيات تسمية مضطربة، مرة كتسمى رؤية، مرة استراتيجية، مرة أحيانا كتختلط مع السياسات العمومية الجارية، ولكن بين بأن هذه الموجة كلها واحد 16-17 يعني استراتيجية علنية، المغرب الأخضر، الأزرق إلى آخره، واحد المجموعة في عدة مجالات، وكأنها وصلت لنهايتها. هذا سلام يعني يفرض إعادة النظر. المسألة الثانية، في هذه المرحلة بان بأنه ما كنا نطمح إليه غادة الاستقلال، ومن بعد هذه الحصيلة اللي تم إنجازها في التقرير ديال الخمسينية، بأن الأهداف الكبرى، الاختيارات الكبرى، كان خصها واحد المراجعة، أنت بشكل أقوى في هذه السنوات الأخيرة. وثلاثة، يعني وكأن استنفذت عدة مسارات في عدة مجالات، استنفذت يعني تعبات، يعني مابقاش غتعطي. وبالتالي كان هذه اللحظة، كانت ضرورة هذه اللحظة ديال إعادة التفكير. كاين إشكاليتين في هذه إعادة التفكير خصنا نحتاطوا منها. الأولى أنه ما خصناش نسقطوا في رؤية أحادية، يعني نموذج واحد. احنا نسعى مجتمع تنافسي حي فيه آراء، وهذه كتستدعي التعددية في الرؤية، نماذج في الواقع دي الأولى. هذا الإشكال الأول خصنا نحلوه، كيفاش، ما موقع، واش هذه رؤية استراتيجية واضح بأنه كاين مكان تف منظومتنا المؤسسية، كاين مكان ديال التفكير الاستراتيجي. ممكن هذا جواب على هذه النموذج، ولكن واش نموذج ولا خصنا نشجعوا يعني ديال ولادة عدة نماذج ويطرحوا، وغادي تحسم النزعة العامة فين غادي المجتمع ديالنا يحسم الاختيارات. هذه الأولى. والثانية، الإشكال الثاني، وهو أن تصور ديال النموذج ما كيوقفش، ما كيكبحش، ما كي التصورات اللي عندنا للسياسات العمومية واللي حاملها الأحزاب، ومفروض أنه يحيها ويعطيها نفس جديد، يقويها، مفروض يلهمها دائما في إطار التعددية والتنافسية، لأن بلا التعددية وبلا التنافسية ما دونك هذا هو التصور دي. الإشكالات الكبرى اللي طرق لهم السيد الله قبيلة اللي جعلونا أننا نديروا هذا المشروع، شنو هو؟ أننا عندنا تصورات استراتيجية متعددة، ما كاينش بينها حتى تنسيق، عندنا قلة التنسيق، قلة أعطينا أهمية كبيرة للبنية التحتية، ما أعطيناش أهمية للبنية الفوقية، ما أعطيناش أهمية للجانب البشري. ثالثا، خلقنا عندنا تصور شوية نيوليبرالي ديال لوغويسلمون، ديال أننا غادي نخلقوا إمكانيات إنتاج
الثروات وانه في مرحله ثانيه عاد نديروا اعاده توزيع وعاده نوصلوا سميتو المشروع تيجي تيقول ما يمكن ليناش خصنا نخرجوا من هذا التصور ونبنيو النموذج على مركزيه المواطن ومركزيه الانسان العامل البشري التنسيق المستمر وهنا تنحتاج كفاءات عاليه ونطور الكفاءات ديال الناس وفي نفس الوقت اننا تنبنيوها على المبادره والحريه بدون مبادره بين حريه حريه التعبير حريه المبادره حريه التفكير حريه جميع انواع الحريات التي يجعلنا اننا تنحرر الطاقات داخل المجتمع بدون تحرير الطاقات في قلب المجتمع بدون امكانيه ديال سميتو وبامكانيه حكامه وتتبع ومساءله ما يمكن ليناش نوصلوا للتنميه اللي في نفس الوقت الناس تتملكها وفي نفس الوقت تثق بانها يمكن لها تكون. الشباب مرحله عمريه خاصه، طاقه وطنيه كبرى، للاسف مازال ما حددناش اليوم شنو بغينا منها وفين بغينا نمشيو. واليوم كنتكلموا على نموذج تنموي جديد. بالنسبه ليا الا ما تحسمش البث في قضيه الشباب، تعريفهم، اهدافهم، شنو بغينا منهم وشنو محتاجين بالضبط ودورهم في النموذج التنموي الجديد، يعني نقدر نقول بان ربما غادي نضيع واحد 10 سنين اخرى ولا 15 عام اخرى، وهذا الشيء ما نبغيوش انه يكون بالنسبه اليوم نشوفه مع الشباب ديالنا. 12% تقريبا هي نسبه المشاركه المدنيه داخل الجمعيات وداخل منظمات المجتمع المدني، بمعنى 12% من الشباب هم منخرطين داخل منظمه مدنيه ومجتمع مدني. وهي النسبه كتبقى احسن بطبيعه الحال من 1% اللي كلشي كيعرفها، اللي هي نسبه المشاركه داخل تنظيمات حزبيه او نقابيه. بمعنى المجتمع المدني اليوم هو مغري بالنسبه لطاقات الشباب اكثر من النشاط الحزبي او النشاط النقابي الجاف الواضح والصريح. واليوم الاقبال ديال الشباب على منظمات المجتمع المدني كنعتقد بانه لانه يطابق شخصياتهم واهواءهم ونظرتهم للعالم. في داخل منظمه المجتمع المدني كاينه مساحات الحركه، مساحات للابداع، مساحات لاقتراح المشاريع، كلمتهم مسموعه في الاجتماعات، يحترموا كلمتهم مسموعه، امور اللي ما كيلقاهاش داخل تنظيم حزبي. في المكتب الاقليمي ولا المكتب الجهوي ديال الحزب ديالو ما غير قال مساحه للاستماع، لا مساحه للتعبير، لا فضاء لاقتراح المشاريع الشبابيه والجمعويه بعد اصلا. فبالتالي كيمشي الفضاءات اللي كتعطي هوامش حريه وتعبير اكبر. فاليوم هاد الشباب اليوم خارج نطاق التغطيه وخارج اللعبه، انا بالنسبه لي خاص يداروا برامج مخصصه ليه. القطاع ديال المجتمع المدني دير خدمته، شركات خاصه على قلتها بمبالغ محتشمه كتعاون هاد المبادرات المدنيه اللي كتخدم مع لينيت. الدولة ديالنا مازال ما دارش شي حاجة بوغ لي نيت، بوغ هاد لي جون اليوم اللي ما عندهمش فضاء داخلين فيه، لا مدرسة، لا دار شباب، لا منظمة مجتمع مدني، لا أحزاب، ما كاينش حتى شكل من أشكال التأطير. هادشي علاش خاصنا ديك استراتيجية وطنية الشباب بشكل استعجالي، لأنه عندنا ملايين طاقات شابة مهدورة حاليا مازال ما مستفدينش منها وما مخدمينهاش في عجلة التنمية. على الأحزاب السياسية أنها تطور ذاتها وأنها كذلك تنفتح بقدر ما كذلك، خص على الشباب وعلى هاد الأطر أنهم ينفتحوا الأحزاب السياسية ويدخلوا لنا حتى الطريق داخل الأحزاب السياسية غير مفروشة بالورود. يجب أن تناضل داخل الأحزاب السياسية، وهناك ضربات تلو الضربات عادي جدا في الحياة التنظيمية كتكون، ولكن اللي أساسي هو أن تؤمن بفكرة الحزب وأن تؤمن بالنضال داخل الحزب. أنا ذاك يمكن لهؤلاء الشباب أن يختار الحزب الذي يريد، شرط أن يكون هناك نوع من الالتزام وهناك نوع من الاستمراريه فيه، بالاضافه الى انفتاح ديال الاحزاب على هؤلاء بشكل اللي ربما اللي يخلي يعطي نوع من الامل للحياه السياسيه، لانه استمراريه الاحزاب السياسيه في تجديد النخب ديالها، اذا لم تجدد الاحزاب السياسيه النخب ديالها ستموت مع الزمن. من معالم الازمه السياسيه في المغرب تتجلى في الخطاب السياسي. لذا اليوم على الفاعل السياسي الحزبي بالاساس ان يقوم بتجديد خطابه. وتجديد الخطاب مرتبط بالبحث على طريقة استقطاب جديدة، تبني خطاب اللي كيلقوا فيه هاد الشباب الذات ديالهم، وخطاب اللي يحمي الأفكار ديال هاد العصر. لأن اليوم طريقة تفكير الشباب اليوم مختلفة تماما على من يدبر الحزب من 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 عصر من الحرب الباردة. وبالتالي جيل اليوم عليه على حتى المسؤولين يفكروا بمنطق جيل اليوم،
وعلى أن يتبنوا أطروحات جيل اليوم وأفكار جيل اليوم في قالب جديد مع تغليف سياسي قادر على الاستقطاب، مع تغليف سياسي قادر على التأطير، مع تغليف سياسي يعطي نوع من الالتزام الفكري تجاه المدارس السياسية. أنا ذاك يمكن أقول بأنه يمكن لهؤلاء الشباب أن يتوقف الخطاب السياسي، لأن كتكون فيه نوع من المصداقية، نوع من الثقة، مرتبط خطاب مرتبط بالفكر وبالممارسة كذلك. المسألة ديال يمكن نقول إلا كان المشروع التنموي في حقيقة جاب أشياء جد مهمة، ما همش القضية ديال المساواة بين النساء والرجال، وجاب يعني أثار القضايا وعد يعني عديدة ومهمة جدا، ولكن كيبقى أنه ربما إلا جينا نشوفوا هذه النقطة بالضبط داخل المشروع غنلقاوها هي اللي ربما حققت أقل يعني إلا بغيت نقيس انتظاراتنا حنا، يعني يمكن هذه النقطة اللي كان ربما فيها كنا كنتظر يكون جهد يعني أكبر. اللي ترني أولا اللغة التي استعملت فيما يتعلق هذه المسألة، يعني أول مسألة اللي كان تركز عليها المشروع هي دور المرأة في الأسرة والمجتمع. أنا كان نآمن على أنه هذا مسألة أساسية مهمة جدا، ولكن أولا لما نتحدث عن المرأة نتحدث عنها ككائن كإنسان له حقوق وواجبات. إذن المرأة الإنسان كانت خصها تبرز بالنسبة لي هي كأول نقطة مهمة. المسألة الثانية هي كذلك بالفعل كاين طموح على أنه نوصلوا المستوى عالي ديال المشاركة، علما على أنه المشاركة الاقتصادية للنساء وهذا أبانت عنه المندوبية السامية للتخطيط حول المشاركة وشويش تراجع ديال هذه المشاركة الاقتصادية، ولكن اللي كان الأنظار متوجهة له هي النقاط اللي فيها مشاكل واللي عالقة. أولا بالنظر إلى ما نص عليه الدستور كنشوف على أنه المشروع التنموي مرقاش المستوى أنه على الأقل يقولنا هذا الدستور وهي فين غادي نمشيو، بقى في عموميات، بل أكثر من ذلك ملي كانت حتى على زواج القاصرات بالرغم من أنا كنعرف الخصوصية ديال المغرب، ولكن ملي كيقول مثلا لابد من تحديد وتوضيح سلطة القاضي فيما يتعلق بالاستثناءات أنا هذا يزعجني. كان هذه الاستثناءات نتكلموا عليها ونحددوها اشنو هي حتى لا يبقى الخلط، لان حنا كنعتبروا على انه زواج القاصرات هو مشكل والطفله هي مكانها في المدرسه وليس في المنزل مع زوج. ما يمكنناش نحاربوا العنف ضد المراه الا ما كانت سياسه عموميه لتعزيز المساواه بين الجنسين ومكافحه التمييز بين المراه فعاله، لان الى ما قلصناش من الفجوات بين النساء والرجال في مجال ديال حقوق الانسان الى ما قضيناش على التمييز، يعني العنف سيبقى دائما يسجل في المجتمع. ما عندنا جامعه في القضيه المختبر التحقيقيه النسائيه، هذه مساله تنفتخر بها، زون ديفلوبي روبو مغربي 100% حسب القاب كلها كانت اجنبيه، التعاونات ولا الناس اللي تقت فيه اغلبيتها اجنبيه، فنات على قد الفرحه على قد ما تيحز في النفس علاش مازال حنا نتقافى الاستهلاك الاجنبيه وما تنعطيوش ربما فرصه الكفاءات ديالنا وتنعتقدوا بان كل ما هو اجنبي هو اكثر جوده، والتجربه تبثات مرارا وتكرارا ماشي ديما صحيح. دونك بالنسبة ليا غير شوية ديال الثقة والاستثمار في الكفاءات المغربية ممكن المغرب يكون واعي في مجال الذكاء الاصطناعي.